حلوة قوي، وكمان الأغنية. أنا أول مرة أعرف إن المصريين القدماء كانوا بيعرفوا يغنوا ويعزفوا. المصريين القدماء عرفوا كل أنواع الفنون بما فيها طبعا الغنى والعزف، وناقشوا ده على جدران المعابد. أنت جبتنا هنا ليه يا سينو؟ أنت مش قلتنا هتحكي لنا الحدوتة من أولها؟ فعلا يا يحيى، وأنا جايبكم هنا عشان السبب ده. من الفن تقدر تعرف حال أي دولة، وزي ما سمعت الأغنية اللي بتعبر عن حال كيمت دلوقتي، أغنية حزينة بتتمنى رجوع الأمجاد تاني. أنا متعود دايماً أشوف إنجازات وأهرام بتتبني وتماثيل بتتنحت وحملات عسكرية ضد المتمردين، إشمعنى المرة دي؟ التاريخ يا يحيى مش كله انتصارات، وكيمت زيها زي كل الدول، زي ما في فترات مضيئة في تاريخها طبيعي يكون في أيام صعبة. أحياناً بنتعلم من الفترات اللي كلها مشاكل، بنعرف منها قيمة الاستقرار والسلام والتقدم والبناء. أنا اللي مصبرني عليك الحصان الآلي اللي معاك، اوعى تقاطعني تاني. خلاص يا سينو كمل. احنا دلوقتي في نهاية الأسرة السادسة، ومن دلوقتي لحد الأسرة العاشرة تقريبا هي فترة انتقالية في تاريخ كيمت. نفع مظلم ما خرجتش منه كيمت بسهولة، لدرجة ان في اللي بيقول ان الأسرة السابعة حكمها 70 ملك في 70 يوم. هو انا ممكن اقول حاجة يا سينو؟ يوه قول وخلصنا. موضوع 70 ملك في 70 يوم ده غالبا كده مبالغة، بتعبر عن التغييرات اللي كانت بتحصل في كيمت. ساعات من كتر ما الأمور بتبقى مستقرة بنتخيل إن عمرها ما هتتغير أبدا، وإن كل حاجة حوالينا هتفضل حلوة وهنفضل في أمان. وقتها بننسى إن في ناس بتتعب وتضحي عشان نعيش في الأمان ده. هو إحنا هنفضل هنا يا سينو؟ مش لازم نشوف إيه اللي بيحصل وعجيب وصل لفين؟ ياه، نفسي أغمض وأفتح ألاقي عجيب ده اختفى للأبد. بسيطة يا يحيى، قول كلمة السر هنرجع من غيره. ما ينفعش يا كنوز، احنا جايين هنا عشان نخلص منه، مش عشان نسيبه في عصر تاني ممكن يأثر فيه ويعمل كوارث نعرفها لما نرجع. انا ما جبتش التمثال مخصوص ولا قلت التعويذة عشان اخليه يجي ونفذ خطتنا هنا. المهم بقى يا سينو، هتودينا فين؟ هندور على عجيب ونراقبه. غمضوا عينيكم.